سعداء باستقبال الدكتور لطفي المراحي في لا دوزيام باغتي دو لانترفيو الامين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري. مرحبا بك دكتور مجدي. دونك كنا نحكيو على الاولويات المفروض تكون عند حكومه سي يوسف الشاهد. نحكيو على الاستثمار، الاستثمار الخارجي والاستثمار الداخلي، كلاهما مهم. تو حكايه الاستثمار بربي خلينا نحاولوا نفهموا، حد فهمي انا شنو هو استثمار؟ استثمار واحد جاي باكو فلوس جاي لتونس باش ينتج فيها، يحل فيها مشروع باش ينتج فيها سلعه. دونك السلعه هذه يا اما موجهه للسوق التونسي يا اما موجهه باش يقع تصديرها. اذا كان باش يقع تصديرها يعني هو حاجته باليد العامله والظروف اللي موجوده في تونس والامتيازات وباش يصدرها. هذا قانون 72 عندنا فيه القانون، مش محتاج تقريبا الى مجله نتاع استثمار جديده ولا مختلفه، تلمو فيها امتيازات قانون 72 تقريبا كافي اللي حاجته بالوجهه التونسيه. تفضل. الحاجه الثانيه، السيد اللي جاي لتونس وباش يستثمر وباش يعمل معمل وباش يبيع السلعه في السوق التونسيه، يا يعني ترى السوق التونسيه هذه سوق اللي هي واعده، يا يعني ترى هي سوق كبيره للدرجه هذه، يا يعني ترى توفر امكانيات خارقة للعاده. السوق هي محدوده ساعه وثم مكلتها السلع الاجنبيه. يعني شنو السلعه اللي هو باش يحطها في تونس اللي هي باش تنجم تلقى بلاصتها قدام السلعه الاجنبيه؟ حتى شيء. نجم تنافس. شنو اللي باش تلقى؟ يعني شنو اللي قاعدين فاش قاعدين نبيعوا في اوهام؟ وفاش نستناو؟ يعني الكلهم من 95 وهما يستناو في الاستثمار الاجنبي. وحتى وقت الفترات اللي جا فيها الاستثمار الاجنبي مشى اكثر من 60% الى مجال الطاقه. شنو اللي استناو فيه؟ يعني يحكيو في كذبه هما مصدقينها، يعني قال السيد الحكايه هذه من 95. نعم. سيت ان موديل ايبويزي. نو سيت اون شيمير. نوز اتوندون اون شيمير. نستناو في دا ميراج. في سراب قاعدين نستناو، نبيعوا في الناس في سراب. في الوهم. يعني وهم. يا اخي ممكن هو انه السوق هذه يعني تجلب الناس مهما كانت الامتيازات. راه وقت الانسان يمشي اون ديستيناسيون معينه باش يحل فيها مشروع، ما يخممش هو والله اول حاجه ترى قداش باش يعطيوني امتيازات جبائيه وامتيازات، لا لا، اول حاجه خم فيها ترى المشروع ذو جدوى ولا لا ساعه. من بعد اذا كان فما بونوس نتاع امتيازات مرحبا، اما هو ماهوش يخمم قداش باش زعما ما يخلصش اقل لامبو، هو يخمم قداش باش يعمل ربح ساعه. اذا كان ما يعملش ربح وباش ياخذ وما يخلصش لامبو، شنو الفائده هو يعمل فيه؟ يعني الفكر هذا لابروش ليبرال هذه اللي موجوده اللي ما حبوش يخرجوا منها، اللي سونتي باتيو واللي هزنا الهاويه توا، على خاطر توا احنا وقلنا هذا في الميكرو نتاعك برشا مرات، انه اليوم كملنا سي ما عادش اون ايبويزي نو ريزيرف نو بوسيبيليتي. الدوله كانت باش تلعب اللوكوموتيف ضيعناها وطلعنا دون دي ديسكسيون فالاسيوز. يعني اليوم برشا كلام اللي هو ما عندوش حتى جدوى، ولينا دورنا توا على الموظفين وعندنا برشا موظفين، ولينا توا باش نتهموا الموظفين انهم برشا وانهم قاعدين وان الشهري ياسر، وانه ولينا توا ننفقوا على اساس انه شهري برشا، يقارنوهم الشهري قداش الوزن نتاعهم على الميزانيه والناتج القومي بالنسبه لفرنسا، ويقولوا لنا ترى ثم نقطه بيناتهم فارق. هنا 14% عندهم هما 13%. يعني وقت رجعتهم كريستين لاغارد وقالت لهم برشا الوصفه اللي موجوده نتاع اللي تحدث عليها الشاهد نتاع انه اذا كان ما خسرش استعاده العافيه نتاع الاقتصاد باش نصلحوا الموظفين باش في 2017 باش يعمل سياسه تقشف. هذه بطبيعه الحال كلام نتاع انسان ماهوش مسؤول ولا ما يفهمش في الاقتصاد. على خاطر شنو اللي يصير وقت اللي تقشف انت في وضع نتاع ريسيسيون نتاع ركود اقتصادي؟ اللي يصير هو كانه انسان عنده فقر الدم وجيت منعت عليه الماكله. قلت له لا يزيك ما تاكلش. او انسان عطشان ونعت عليه الماء. خلينا نفهموا الناس شنو حاله، شنو ينجر على السياسه التقشفيه اللي تحدث عليها هو رئيس الحكومه. وقت اللي انا عندي اقتصاد في حاله ركود، يعني الدنيا باركه، يعني ما ثماش اقبال على شريان السلع، يعني الشركات قاعده تقاسي باش تبيعك السلعه نتاعها. يعني القدره الشرائيه نتاع الناس متهريه. وانا نجي ايش نقول؟ نقول باش نسرح الخدمه، باش نقص الخدمه. كي تنقص الخدمه باش تزيد في عدد الناس اللي ما عندهمش قدره شرائيه، دونك باش تنقص في القدره الشرائيه. اذا كان نقصت في القدره الشرائيه نقصت في الطلب على السلعه. ايش يجرى للمؤسسات؟ تزيد هي تزيد تبرك. دونك تسكر، كي تسكر خلقت ازمه ديجا اقتصاد معنى اقتصاديه كبيره واجتماعيه. هذا لو بروميير روتومبي.
يعني من دورة بعضه، معناها من خلق تنساق الفيسيو اللي هو تاع بركان. بالعكس في الظروف هذه يلزم زيد تعطيه الهواء، تعطيه الاكسجين. سي لا وين تدخل الدولة باش تخرج البلاد من الريسيسيون وتزيد تنفق. تعرف اللي اليوم ما تنقولها انا وعلى مسؤوليتي، رغم اللي برشا عباد قاعدين يتكلموا على موضوع اللي مانيش متفق معاهم على موضوع التدين الخارجي. صحيح احنا وصلنا الى نقطه كبيره من التدين الخارجي، لكن راهم قاعدين يتكلموا، والناس اللي تفهم في الاقتصاد وتفهمني، قاعدين يتكلموا على تدين يقيسوه بنسبه الناتج الداخلي الخام بالبي بي. يقول لك احنا وصلنا 60%، ما عندوش قيمه. راهو التدين بالنسبه للبي بي ما يتقاس شكاكا. خدمه الدين هي المشكل. لو سيرفيس دو لا ديت، خدمه الدين تتقاس باش بموارد الدوله، يعني بالموارد الجبائيه. راهو سي لو كوفيسيون ما بين الموارد الجبائيه وما بين خدمه الدين هو اللي يحدد لك الوضعيه اللي احنا فيها. باهي، احنا اليوم شنو حلولنا؟ حلولنا انه الدوله تستعيد المبادره هي. صحيح ما عملتوش، عملته بالغلط من الثوره ورد، عملته بالغلط. اليوم الدولة تستعيد المبادرة، تقول لي ما عادش عندنا فلوس، نقول لك الفلوس ممكن، نزيدوا ندينوا. لكن نزيدوا ندينوا خاطر الظرف هذايا تو يسمح لنا بأنه ندينوا بالقدا، وندينوا في ظروف طيبة. علاش؟ على خاطر تو ثم بلدان حتى التو دو بلاسمون فيها إلي نيجاتيف. فهمت؟ ثم بلدان اليوم عندها فايض نتاع فلوس. مش عارفة اش تعمل بها. سويسرا، لي بي سكندناف. هذوما تنجم حتى تاخذ في السوق نتاعهم حتى ب 0%. تلقى الفلوس، فلوس سون ديسبونيبل. بطبيعة الحال كي ما تدخلش فيها تمكميك وجماعة اللي تحب في الثنية انترميديير تعبي تعبي في الثنية. لكن نجموا الفلوس هذه ناخذوها توا. ومادام هي أقل من نسبة النمو المنتظرة نتاعنا، تنجم الدولة اليوم تلعب دورها الحقيقي كقادرة. مي هنا ثم خيارات. خيارات هو أنه اليوم باش تقف الجماعة اللي في اللوتيكا. أنا خاطر ما نخبيش عليك، يعني أنا نحط على رأس القائمة السوداء، هي ديما نتحدث على مدام بوشماوي أنا، لكن مدام بوشماوي هي تمثل الجماعة اللي دايرين بها، لي غونتي تاع تونس، الناس اللي بنات ثروات من غير موجب حق. أنا نهار اللي نشوف نحل البورصة ونلقى الناس هذوما قاعدة تخدم في العباد وقاعدة تصنع في حاجة في البلاد، تو جو لوغ تير مون شابو، أما العباد هذوما ما يصنعوا في حد شيء. سي دي رونتيي اللي جايب عند كمشة كراه بيبيع فيهم، واللي بيع في كمشة شوالق، فهمت؟ ما ينتجوا في شيء. الناس هذوما هما اللي ضروا بالاقتصاد نتاع البلاد. اليوم واجب الدولة أن تقف مع الناس اللي قاعدة تخدم. لي فغي زونتربرونور. الناس اللي تقوم الصباح اللي ما ترقدش في الليل اللي تبغى تتخمم على الفاتورات. الناس اللي محافظة على خدمتها. المنتجين، الناس المنتجين الحقيقيين، فهمت؟ كي برين دي ريسك. الناس اللي راهنين ديار وراهنين رزق وراهنين، فهمت؟ اللي محافظ على العائلات اللي يوكل فيهم من ظهره، واللي كيبرك هو يبركوا معاه العائلات. هذوما دور الدوله باش تقف بجنبهم، مش وراء جماعه هذوما اللي هما خلقوا الطبقه السياسيه هذه. وانا وقت نقول اليوم نقول للتوانسه تقفوا لتونس كلمه، انا نقول لكم حلوا عينيكم لتونس، حلوا عينيكم مجموعه الطبقه السياسيه اللي توجدت هذه. سيفيني انتهى. هذا حاجه اسمها بالنسبه لي انا اسمها نهضه واسمها نداء. هذوما ناس ابانوا على فشلهم، انتهوا. يا نوتر التيرناتيف، احنا نسمي نوتر التيرناتيف، احنا بديل. ما تمشيوش ورا البلينك بلينك بلاد اللي يلمع، اللي يلمع باش بالفلوس الفاسده. مشيو الناس اللي عندهم رؤيه، اللي عندهم ما يقترحوا عليكم حاجه مخرج للبلاد. هذا نقول لكم حلوا عينيكم لتونس وحلوا عينيكم على الناس الصادقين اللي في تونس. فشلت الحكم معناها فشلت على طول؟ فشلت سيء يا اخي في السياسه، ما فماش فرصه ثانيه. شو فرصة ثانية يا أخي؟ السيد وحكومة السيد خيار شكون؟ مش خيار الباجي قايد السبسي؟ حتى حكومة يوسف الشهيد خيار الباجي قايد السبسي. فوالا دونك اللي اللي غلط المرة الأولى احنا ديما نزيد نعطيه فرصة أخرى. وين التوجهات؟ وين مشافن فينالمون؟ وين ماشي هو الرئيس الحكومة هذا؟ ما يصيرش دوركم أنتم اليوم كمعارضة تهزوا من يده الدكتور رايحي وتعاونوا. أنت حكيت على الاستثمارات اليوم تاع الحكومية، المفروض الدولة تعمل استثمارات، وين تعملها الاستثمارات هذوما؟ الدورة تعمل بنية تحتية. اليوم لي غرو بروجي، لي غرو بروجي هذه لا بوليتيك كينسيان. اليوم ثم زوز حوايج، الدولة تعاود ترجع تاخذ لي غرو بروجي، رغم اللي معناها التدين في ظرف كيف هذايا معناها يزيد تنبلى، لكن سي لا ديرنيغ كارت.
على خاطر الكارت اللي يحبوا يهزونا ليها الاخرى شنو هي؟ سي لا كارت دي كونسيسيون. اليوم يحبونا نتنازلوا على الماء ونتنازلوا على الضوء ونتعلوا على الشمان دي فير، هذوما ايش يحبون هما؟ اليوم يحبوا ياخذوا اللازمات من جديد ولي كونسيسيون من جديد ياخذوهم هما زاده. واللي حد فيه بارتناريا بيبليك بريفي اللي قلت حد فيه الكلام اللي تحد فيه الشاهد هذا كله ما مش هذا. اليوم الدوله تاخذ دورها، ثم العمود الفقري تاع الاقتصاد التونسي راهو المؤسسات الصغرى والمتوسطه. لو سيكتور بريفي 60% من الاقتصاد تاع البلاد، لازم نقفوا بجنبهم الناس هذوما، لازم نفتحوا لهم المجال، لازم العرض الطلب الداخلي يمشي على العرض الداخلي. فما شكون يقول لك تونس ماذا بينا اليوم تحلوا لي غران شونتيي، نعملوا باغ اكزومبل ان كومبلكس غوفرمونتال هكا نحكيو اون ريزون بار لابسور، نعملوا مثلا لوتوغول دو سود، نعملوا لوتوغول دو لويست، نحلوا لي غران بروجي هذو، نعملوا مثلا لو بور اون بروفوند، هذا من شانه انه يخلق ساعه ديناميكيه ويحسن البيت، تحس انه فما على الاقل هكا حركه اقتصاديه. انت فوزيت بور او كونتر؟ لا سي هذاك سي لا باز، لا باز كينسيان سي سا. لا بوليتيك دو كينز شنو هو؟ شنو اللي خرج الامريكان من الازمه نتاعهم؟ موزوز حوايج نيو ديل ليكونومي دو غير اللي عملها. شنو معناها ايكونومي دو غير؟ هو في الايكونومي انت محتاج ديما بور ديتروير و كونستروير. فهمت؟ سي سا سكي في لا كروسونس. اليوم لازم باش نعملوا احنا النمو هذا باش نجموا نخدموا العباد هذه الكل نبنيو ماهوش في الضايع. كي باش ناخذوا ادي تو طايحين اللي قل من اللي تو اللي تعملهم من نسب النمو اللي عملهم الاقتصاد باقي ربحيين احنا ونحركوا فيسع وتشوف ثم انتعاشه ثم اون سينرجي راهو تونس مش ميؤوس منها بالعكس سا بو روبروند رابيدمون ان بلان مارشال ينجم يمشي شو ان بلان مارشال سكر عليا يا جماعه المستكرشين وقف عليا مدام بوشماوي وجماعتها وقفهم يا جماعه هذوما اللي مغرقين السوق وقف عليا الناس هذوما يسون نويزيبل C'est une nuisance constante à la Tunisie. Et c'est une nuisance à plusieurs niveaux. Madarhum, les gens économiques, madarhum politiques. Le débat est faussé. Quand le président du gouvernement sort, il ne sait pas, il ne fait pas le diagnostic correct. Donc le résultat va être faux. Le diagnostic correct, c'est qu'il revient le demande tunisien à la demande tunisienne. Il reste sur le côté des institutions tunisiennes. هما الباز ما تحكي لي لا على انفستيسمون اترونجي ولا تحكي لي حتى شيء كان جاب ستان بونوس مرحبا به اما اساس نخدم بيد يدي بروحي هل مع نرجعوا للفلاحه انت مع انه اليوم نرجعوا نستثمر في الفلاحه نرجعوا لكل شيء لكن لازم مش احنا نستثمروا خلي الناس عندها الفلوس يعني تيزوريزاسيون نتاع الفلوس ثم فلوس مخبيه في الجراري لكن علاش مخبيه على خاطر اليوم التونسي ما نجم اي المشروع الوحيد اللي نجم يعمله هو فاست فود ولا قهوه لان هذاك ما نجموش يجيبوها من برا وكان جاوا نجموا يجيبوها من برا انتهى كل شيء جاي من برا بدينا نجيبوا فيه من برا دونك خليني العرض التونسي طلب التونسي يمشي على العرض التونسي نمنوا برواحنا ونمنوا بقدراتنا ونقبلوا بالصبات اللي ناقصه شويه والفيستا اللي ناقصه شويه والسروال اللي ناقصه شويه على خاطر ما ينجم يتحسن الا بالممارسه ويزينا متشخنيق ومن عيشان اكثر من القدر نتاعنا والستوندينغ نتاعنا ونحسوا انه داخل في البلاد مش داخل البلاد في كل بلاد منا في تونس كلها ثم ناس ماهيش خالطه على حد شيء يزي راهو اليوم راهو ثم كليفاج كبير راهو قاعده الدوله تمشي ا دو فيتاس ثم تعليم الناس معينين وتعليم الناس اخرى ثم صحه الناس معينين وصحه الناس اخرى ثم قضاء الناس معينين وقضاء الناس اخرى ثم امن الناس معينين وامن الناس اخرى راهو البلاد اللي كليفي اذا كان ما نحبوش انه ولد الفقير يكمل يطلع كان فقير اليوم اذا كان ما نحبوش كما قلت انا النهارين الوطنيه تقعد للفقراء والوطن يقعد للغنية اذا كان نحبوا ان ريبوبليك بور توس نحبوا جمهورية جامعة للناس الكل، لازم نوقفوا الشيء اللي قاعدين ماشيين فيه راهو عيب. من نص المعيب راهو هدد استقرارنا حقيقة. راهو الناس مغلغلة، الناس قلوبها دوانت على بعضها، الناس حاسدة على بعضها، الناس مش فاهمة منين جاي هذا الكل. راهو احنا ماناش ضد أن الناس تستغنى، بالعكس نحبوا الناس تنجح ونحبوا الناس تعمل فلوس ونحبوا الناس تتفرهد. لكن ما نحبوش أنه تعمل فلوس بقربها من السلطة، بالامتيازات. الناس اللي موجوده عامله فلوس يفهموني منين جات فلوسهم. تحس انه الحلمه اللي تحلمت في الثوره على الاقل اوموا في 14 جونفي تسرقت من تونس وتحس اليوم كيف طبقه سياسيه عاجزه انها تبيع حلم. ما هي ما عاجزه باش تبيع حلمها لاسباب مختلفه. حاجه الاولانيه ضعف التصورات، حاجه ثانيه لانهم في خدمه اللوبيات. وانا بالمناسبه هذه راهو شوقي طبيب.
اللي ما نشكش انا في فيه كشخص ذولي فوق الشبهات، لكن هو شوقي طبيب اليوم قاعد يخدم في تقديري انا لتبييض الفساد، وانا نطالبه بكل اخوه ولا من باب المسؤوليه انه يستقيل، على خاطر استمراره في هيئه اللي هي توحي للناس انه قاعد تقاوم في الفساد. انا بالنسبه لي انا التبييض ان با لي موين دو سا بوليتيك اليوم تشليك يعني بالنسبه للناس، ياما في الناس فقدت الثقه في انه يمكن انه تقرب الفساد هذا ترى له النهايه، انا تبدا ترى محاربه لي حقيقيه. ها الحكومه قالت لك النقطه الثانيه هي محاربه الفساد، الثانيه تكون تحب داير بيه يشوف داير بيه، شوف داير بيه الفساد في وسطه، الفساد انت هو نامي في وسطه، يشوف هو شكون لي زوم دافير اللي دايرين بيه وتعرف شكونهم، فهم فهم شكون في الحزب نتاعو يا اخي، مثل فما عنده النوم دافير اللي عمل تقريبا 6 شهور حبسه، ها واحد من اكبر الممولين موجود في البرلمان اليوم، ها شكون النوم دافير اللي مشى عمل المارشي نتاع ستاج للبلاد الكابلوات، شكون النوم دافير اللي في عهد بن علي عمل الكابلوات وتحط في الحبس 6 شهور والقضيه نتاعو قعدت 14 سنه وهي معلقه ما تبقاش البت فيها، شكونو؟ لعلي ينتمي لحزبي انا، مش موجود في نداء تونس. اغيتون دو راكونتي نابورت كوا لتوانسه، الفساد داير به يوسف الشاهد، والفلوس اللي نتاع الفساد هي اللي وصلت النداء التونسي لما وصلت له، والبريزونس ميدياتيك هذيك منين جات هذيك؟ من جات بالفلوس هذيك؟ انو راكونت نابورت كوا، هذاك يحبوا يكرهوا التوانسه في السياسيين، خاطر بالنسبه لهم توا التوانسه لطفي المرايحي ولا الباجي قايد سبسي ولا ما نعرفش انا الغنوشي ولا الكليك الكل كبعضها، لا يا سيدي مش كبعضنا، مش كبعضنا، احنا عباد وطنيين دي ميليتون، ناس اللي اليوم قاعدين مضحين من قوتنا ومضحين من وقتنا ومضحين خدمة الفكرة لتونس، وإذا كان الناس باش تنساق أنه تحط الناس الكل في نفس البوتقة راهو ما تلقاو حتى حد يتحدث على تونس، وراكم باش تخليوا فرصة مجال أخرى للناس هذوما، وإذا كان تصوروا أنه تدخلوا في فكرة ثنائية وما فما كان نهضة وما فما كان نداء وكان لقوي وكان درا شنو راهو باش تدخلوا في اللعبة نتاعهم، وراهو قاعدين يصوروا لكم في دي شو ميدياتيك، كل واحد تلقاو عمل حظبة كبيرة وراه تسألوا فلوسه منين جات، أو كيفاش تميزوا الأحزاب الشريفة من الأحزاب مش شريفة، كل واحد تلقاو حامل في حظبة كبيرة وعامل قبة كبيرة وعامل كيران قدام القبة، اسألوه فلوسه منين جات. وانا ليني اذا حتى حزب التيار الديمقراطي يدعو اليوم يقول لك يا خويا اعطينا لا ترونسبارونس فيما يتعلق بتمويل الاحزاب. دوي تو نشوفوها لا ترونسبارونس ما يخرجوهاش، ما يخرجوهاش تدينهم الكل لا ترونسبارونس، تحزب ولد البارح اليوم تلقاه ملم الاف في الوحده، شنو هو الكاريزما الكبيره وشنو هو الحكايه؟ من الكيران الكل منين جات والفلوس الكل منين جات؟ ترى ورينا. احنا عايشين في بلاد دارت محاسبات تقول لك فما مرشح الانتخابات الرئاسيه مهدد بالحبس 2014 تلقى اموال من دوله خارجيه معناها اجنبيه باش ما نقولوش شنو هو الجنسيه، والى حد الان لم يتم الكشف على اسمه، وين عايشين دكتور؟ لا هذا اللي تحث عليه انت تتلقاه غيره واكثر اكثر منه. لا هذا واحد منه غير اكثر منه. هذا كيفاش لافوغي؟ لا شنو نابورت كوا يا اخي كاسكو نو راكونت؟ كاسكو نو راكونت؟ دي فواتور بلندي هابطين البلاد فهمت لما اون بلان كومباني واحده شنو يا اخي؟ مش مساهمات عينيه هذيك عينيه في الحمله. فوتيل موغاليزي اليوم لا في بوليتيك؟ مغالزين فو شونجي فو اون ريفوليسيون، البلاد محتاجه الى ثوره، لكن الثوره انا ما نحبهاش نتاع تكسير، ما نحبهاش نتاع تهديم ثوره في العقول، انا ثوره الشعب عطاوا اليه ديمقراطيه في يده يعني استعملها ضدهم، في بالهم سكنوه بها، في بالهم يلعبوا به، المره الجايه السونكسيون لا كلاس هذيك وميز الحم، صافي عندي 4 سنين وانا نتحدث نقول راهو الطلب الداخلي على عرض داخلي، لو كان نفذناه من 4 سنين رانا في حاله اخرى. راو احنا نو سون بورتور دو فيزيون، هما اي سون بورتور دان لوغ، احنا عندنا تصور هما عندهم سراب، وهذا قاعد يتضح في الحكومه قاعدين نجربوا في التوانسه، وقت نقول له احنا راو سياسه جيت حذاك مره مازال الحبيب الصيد مازال كخذا، وقلت راهو ماشي الى الفساد الى الافلاس وراهو ماشي الى الفشل، وانا نقول لك اليوم الشاهد منظره محلى ومزيان وولد عائله وكذا ويكومونيك بيان وما تبارك الله عليه، لكن راهو لو فون ما ثماش، راهو قشره فارغه من داخل، خاطر وقت اللي يقول لك انا راهو هاو المقاربه هاو شيخ اقترحها هاو حلوله هاو وين راه المشكل الساعه، كيفاش انت ترى في المشكل غالط تنجم تعمله تحلو، انت غالط انت ثنيه ماشي فيها غالط لابخوش انت تشخيصك انت باش تبدا الحل ما تشخص وين المشكل، كي تمشي للطبيب انت والطبيب يغلط في الدياجنوستيك باش يبريك ما يبريكش، دونك انت المقاربه نتاعك مقاربه جايه مقاربه ليبراليه، انت في
ما زلت في صف اللي فامي وتخمم كيما اللي فامي ايكونومي دو غوش تقول انت على الاقل بعض الاجراءات او توكا ان بين ايكونومي سوسيال اي سورتو كاينسيان كاينسيان دونك فما ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تقول انت اليوم سي يوسف الشاهد يسمع الكلام تاعك يسمع كلام العباد اللي تفهم اليوم في الاقتصاد تختار مو خاطر تعرف خلينا نقولوا لو تشالنج اليوم اي بيغمون ايكونوميك وهذا يقولوه راهو حتى لي زومباسادور اللي قابلوهم احنا اوف ذا ريكورد نتاع الدول الاجنبيه يقولوا راهو كان انتم انقذتوا روحكم روحكم احنا اكثر من نجمو نعطيوه هو الخروف بلوس كوسا احنا علاش ما تخناش الانتخابات تاع 2014 علاش ما تخناش وقلنا الناس صوتوا تصويت ابيض نفكرون العباد وقت الناس انت لا وقتها تسب فينا وتقول كيفاش تعملوا باش تحبوا النهضه تربح قلنا لهم يا ودي راهو تربح النهضه ولا تربح نداره والنتيجه هي بيد النتيجه هي تونس خاسره شفناهم زوز تحالفوا مع بعضهم يعني كان يربحوا هم خاسره وخاسره خاطر قلنا لهم راهو المشكل اقتصادي وراهو تونس يا تحل المشكله الاقتصاديه يا تبرك راهو ما تنجمش تحل الصحه والتعليم والامن والقضاء وما الى وتقاد حاله بالارهاب اذا كان الاقتصاد نتاعك ما عملش نمو وما يشغلكش وليداتك هذا المشكل نتاعنا الحقيقي. نشكرك برشا دكتور لطفي بارك الله فيك شكرا جزيلا ليك ميرسي ا توت ليكيب قبل غزو ان شاء الله.